أصدقائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذه الحلقة. سأقدم لكم كتاب أبطال بلا مجد، فشل ثورة 1963-1973. هذا الكتاب من تأليف المهدي بن نونة، الذي هو ابن المناضل الذي تؤرخ أحداث هذا الكتاب لكفاحه ولمسار حياته، وهو محمود بن نونة. كما أن هذا الكتاب يؤرخ للأحداث التي تلت استقلال المغرب وما عرفته من تحولات ومن خلافات ومن أحداث يصعب أن نبت فيها دون أن نثير الكثير من التشنجات والنقاشات التي لا تنتهي. هدفنا من إثارة موضوع هذا الكتاب ومن إثارة كذلك أهميته، رغم أنه في الحقيقة الكثير من شبابنا اليوم ليست لديهم أي معلومات أو أي اهتمام بهذه المرحلة المهمة والحاسمة من تاريخ البلاد، هو أن نكشف على وجهة نظر أخرى تاريخية مهمة، وهي وجهة نظر المنهزمين. غالبا ما يقال بأن، وهذا معروف حقيقة، أن التاريخ يكتبه المنتصرون، وهذا ما وقع في كل المحطات وفي كل البلدان، ولكن في المغرب لدينا وجهة نظر أخرى، تاريخ يكتبه كذلك المنهزمون من وجهة نظرهم. هنا ابن المناضل الذي ضحى بحياته محمود أو محمد بن نونة سيكتب عن هذا التاريخ، وسيكتب عن نضالات جيل بأكمله. إذن عن ماذا يحكي هذا الكتاب باختصار؟ يحكي عن أربعة أبطال. لدينا النمري، الرجل الشهم الذي عرف بصمته، والذي ناضل في صفوف جيش التحرير الوطني، ثم ناضل فيما بعد ضد الحسن الثاني. لدينا سيدي حمو، الرجل الأصيل من جبال الأطلس، الذي كان ذو شرف وقاوم الاستعمار، ولم تعجبه الممارسات التي كان شاهدا عليها في زمن الاستقلال، واختار أن يحمل السلاح. ولدينا ثالثا عمر دهكون، الشاب المناضل في صفوف حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. ولدينا كذلك والد الكاتب محمود أو محمد بن نونة، الذي كان مهندسا خريج معهد بألمانيا، وكان ينتظره مستقبل زاهر في بلده، لكنه اختار الثورة واختار أن يحمل السلاح ضد النظام. إذن مسارات هؤلاء الأربعة تلخص لنا مسار جيل بأكمله. إذ أن البعض منهم حقيقة اختيار الكاتب لهذه الشخصيات رغم رمزيتها رغم قوتها، إلا أنه يشير إلى أن مكونات هذه الثورة، سواء في 1963 التي قادها شيخ العرب، أو 1973 التي ستقودها ما سمي بجماعة أو أحداث سيدي بوعزة، كلها تشير بطريقة أو بأخرى إلى أن هؤلاء الذين شاركوا ينحدرون من خلفيات مختلفة، ولكن توحدهم نظرتهم إلى النظام، وتوحدهم كذلك آمالهم وطموحاتهم. المثير كذلك في هذا الكتاب هو أن الكاتب، رغم أنه ابن لأحد ضحايا هذه الأحداث، لأن نظرته كانت موضوعية إلى حد بعيد، بحيث أنه، وهذا أعجبني كثيرا ربما لخلفيته كأنتروبولوجي، لأنه مختص في الأنتروبولوجيا وخريج لمعهد الدراسات السياسية في باريس، أنه موضوعي، كونه يتناول الأحداث من زوايا مختلفة ومن وجهات نظر مختلفة، ويتقصى ولا يحاول أن يملي وجهة نظر عاطفية، رغم أن حقيقة من يقرؤون حول هؤلاء الأبطال أو من يشاطرونهم وجهة النظر السياسية، ومن يلاحظون
ما تم في ذلك المغرب أو في تلك الحقبة من تاريخ المغرب قد يوافقون على كون هؤلاء الرجال كانوا أبطال فعلا ويستحقون كل التشريف. ولكن رغم ذلك محمودنا أو مهدي بننا اختار أن يكون موضوعيا واختار كذلك أن يطلعنا على مختلف وجهات النظر، وهذا جيد في الكتاب. كما أننا في الكتاب سنستحضر لحظات أساسية، وهي لحظة ما قبل الاستقلال ولحظة ما بعد الاستقلال. لكي نفهم ما تم في هذه الحقبة وما تم في الكتاب يجب أن نستحضر مسلسل حصول المغرب على الاستقلال. يمكن أن نتحدث عن ثلاث قوى ساهمت في استقلال المغرب. القوة الأولى هي جيش تحرير الوطني أو من نسميهم بالمقاومين، من حملوا السلاح خصوصا في القرى في البداية ثم في المدن، لأننا نتحدث عن مقاومة حضرية ومقاومة قروية أو جبلية. هؤلاء كانوا السبب الرئيسي أو الفاعلين الأساسيين في حصول المغرب على الاستقلال، إذ أن العمليات التي نفذوها وعملهم في الميدان أعطى نتائج جد حاسمة. إذن هذا هو الطرف الأول الذي كانت مساهمته فعالة، إن لم نقل أنها كانت حاسمة في حصول المغرب على الاستقلال، وسنرى ماذا حصل له بعد الاستقلال. لدينا الطرف الثاني السياسيون أو الحركة الوطنية. هؤلاء قاموا بمؤتمرات، جرائد، خطابات إلى آخره، قاموا بتحالفات، قاموا بمجموعة من الخطوات للتعريف بالقضية على المستوى الدولي، للاتصال بالعائلة الملكية إلى آخره. يبقى أن لهم دور كمحاورين، ولكن في الحقيقة ليس لا يمكنني أن أقول إلى أي حد ساهموا فعلا في حمل المستعمر على الموافقة على استقلال المغرب. ثم لدينا ثالثا وبدرجة أقل وأنا أقولها المؤسسة الملكية. لماذا؟ لأن هذه المؤسسة فعلا هي فاعلة وكذلك مشاركة، ولكن بدرجة أقل. لأن محمد الخامس كما يعلم الجميع لما تولى الحكم كان عمره 17 سنة، كان مازال شابا، وكان هو أضعف إخوته، لأن فرنسا كانت تراهن على أن هذا الأمير أو هذا الملك الشاب ستفعل به ما تشاء وسيكون دمية. لكنه في مرحلة معينة لما رأى بأن نجم الحركة الوطنية والنضال المسلح قد بدأ يصعد وأن المستقبل يسير في اتجاه استقلال البلاد، خاطب ود الحركة الوطنية أو بطريقة أخرى استجاب لمطالبها بأن يجلس معها، وبالتالي بدأ نوع من التنسيق بين السياسيين والمؤسسة الملكية، وبدأت الاحتفالات بعيد العرش إلى آخره، وفي النهاية سيتم نفي الملك وأسرته من الرباط. على أي هذه القوى كلها ساهمت في حصول المغرب على الاستقلال، ولكن القوة الحاسمة وربما قد لا يوافقني البعض لأن هذا مجرد رأي، القوة الحاسمة هي المقاومة المسلحة التي كانت فعلا هي بطريقة أو بأخرى مندمجة مع القوى الأخرى. ولكن ما حصل هو أنه في سنة 1955 ستبدأ المفاوضات، مفاوضات إكسليبان. من جلس في هذه المفاوضات هم السياسيون. هؤلاء السياسيين سيعتبرون من قبل العديد من المقاومين بأنهم خونة وبأنهم قد سمحوا باستقلال جزئي وغير ذي قيمة للمغرب، وأن كان بإمكانهم أن يحصلوا على ما هو أفضل. إذن هنا تبقى مسألة تقدير ومسألة رؤية، ولكن عموما هنا سيبدأ الخلاف، لأن البعض ممن ضحى منهم شيخ العرب، قصة شيخ العرب التي سبق أن تحدثنا عنها وهي تحمل أكثر من دلالة، كانوا سجناء في السجون الفرنسية ونال المغرب استقلاله ولا زالوا أو بقوا في السجون التي أصبحت مغربية. إذن لدينا فئة لم تستفيد وهي فئة المقاومين. طبعا الهاجس الذي حكم العائلة الملكية والملك لما عاد محمد الخامس من المنفى وعاد إلى المغرب
سيكون هدفه الأساسي هو الحصول على السلطة، وهذا أمر بديهي لأن لا دولة بدون احتكار السلطة، خصوصا العنف، دون احتكار العنف أو المؤسسة العسكرية سيكون من غير المجدي ومن غير المعقول أن تكون لدينا مؤسسة ملكية وحكومة، ولكن لدينا جيش آخر يسمى بجيش التحرير أو المقاومين أو المجاهدين، وهم خارج هذه السلطة. إذن هنا المؤسسة الملكية ستؤسس، هذا أمر مفروغ منه وأمر طبيعي، مؤسسة القوات المسلحة الملكية، وستعمل على استقطاب كل المجاهدين والمقاومين الذين كانوا في جيش التحرير. لكن البعض منهم كان يتجه إلى الجنوب وسيعتبر بأن من واجب المقاومين والمقاومة أن تحرر باقي الثغور، بل أكثر من ذلك ستؤمن بأنه من واجبها أن تحرر الجزائر أو أن تساعد في تحرير الجزائر، وهذه قصة أخرى. عموما هنا بدأت خلافات، الخلافات بين القصر وحزب الاستقلال، بين القصر والمقاومة، بين حزب الاستقلال وبعض أعضائه، ينفجر حزب الاستقلال ويظهر لدينا حزب آخر إلى آخره. هذه الأحداث أحداث متشعبة في الحقيقة، وفيها الكثير مما يقال، ولكن في النهاية هذا الكتاب يحمل وجهة نظر من عايش تلك الفترة وحامل نظرة جد متقدمة للمغرب، وساعدتهم الظروف لأن يقوموا ببناء قوة مسلحة خارج المغرب، نظرا لأعداء الجزائر وسوريا وبعض القوى الأخرى العربية للنظام المغربي باعتباره أنذاك بين قوسين نظاما رجعيا. ستساهم كل هذه الظروف وظروف كذلك الاختطاف وظروف المواجهة التي كانت بين الدولة وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ستجعل الكثير من المناضلين سواء السياسيين داخل الحزب أو المقاومين القدماء ستجعلهم يختارون طريق الثورة المسلحة على الخصوص، وستكون أحداث مولاي بوعزة شاهدة على هذا الأمر. هنا في الحقيقة هذه السيمفونية الجميلة أدعوكم إلى اكتشافها، أدعوكم إلى اكتشاف تفاصيلها، فيها الكثير من المعطيات، وأنا أوصيكم بهذا الكتاب لأنه موضوعي إلى حد بعيد. أصدقائي المشاهدين، إذا كانت لديكم مقترحات أسئلة لا تنسوا أن تدلوا بها أسفل الفيديو، ولا تنسوا كذلك أن تقوموا بالاشتراك على القناة وأن تدعمونا بالإعجاب. دامت لكم متعة القراءة، إلى اللقاء. Thank you.